أنا قلبي دايب ومش على بعضه مني سايب، اتلخبط حاله وراح لقلبك قوامه واشتاق له. مدلان مطر عقبال المية. مرسي مرسي لك شادي، مرسي لنيو تي في. قد ايه صاروا؟ ما حقلك. تعرف شو هلا اصحابي عم بيقولوا لي؟ انه السنه مفروض تزيدي بس كرمالك عم تنقصي، فانبسطت بالكومبليمون. ليه بتخافوا تقولوا قد ايه العمر؟ لا مش خوف، بس لانه مي شغله تخص الفنان، وبعدين نحن الفنان او المراه تحديدا، المراه بالتحديد والفنان لا، لانه هو على الضوء ما بحب يقول شو هو وشو بيعمل وشو انا اصلا متكتمه بكثير اشياء، يعني حتى الاشياء الخاصه بحياتي كلها في ناس بتحب تحكي فيها، انا لا ابدا ما بحب. بتخافي من العمر؟ لا، لانه العمر هي نفسيه، وانا اكيد من هيدا الشيء، العمر نفسيه. الشباب هو مش عمر بعدد السنين، انما هو شيء داخل من جوا. شو بتتمني اليوم بعيد ميلادك؟ شوف الامنيات الخاصه مثل ما قلت لك رح اتركها لإلي، بس في امنيه كثير عزيزه على قلبي وبتمنى يا رب انها تصير، يحل السلام العربي. هيدا عربي بالتحديد، لانه العرب من نحن كعرب من فتره، من ثوره لثوره ما بدري شو، ما بعرف اذا هالثورات رح تثمر بشي منيح بالاخر، فاشتقنا انه نرجع كفنانين نعمل حفلات عن اول وجديد. في بلدان اشتقنا لها انه نروح على عندها او هن يجوا لعنا. بتمنى يا رب يكون هيك السنة الجاي يكون في سلام عربي حلو. ايه بس على صعيد شخصي مش رح اقطعها انه تقولي لي بدي اتركها لالي، لا شو بتمنية على صعيد شخصي؟ ما بدي اتجوز لا. كان مفروض الكل توقعوا انه مدلان مطر تكون هي عروس 2012، يبدو رح تخلص 2012 وما صارت هالنبوءة. انه انا حابه شوقكم شوي بعد. حابه تشوقينا شوي او حابه بانه هيك تعيشي بعد اكثر قبل ما هيك يكون في التزام جدي؟ ليك الزواج كل ما انت تاخرت شوي بقرارك كل ما طولت القصه، فبين لي وضحاها حتلاقيني هيك اخذت قرار سريع، وانا يعني بعتقد انه ما حاعمله كثير تحت الاضواء، يعني بعتقد هيك. عندك مشاريع فنية كتيرة، منها عمل درامي رح يكون مع نجوم كبار بمجال الدراما، منهم جمال سليمان وقصي الخولة، خبرينا عن تفاصيل هالعمل. شوف إذا بدي أقول لك شيء عنه دغري رح تكمل شو القصة اللي رح نعملها، حتى عنوانه إذا بقول لك العنوان تقولي من عهد كذا كذا، فمشان هيك كشركة إنتاج متكتمين شوي على الموضوع. لو اللي علي